في هذا الفيديو سوف أريك كيف تقوم بإضافة البروكسيات إلى البرنامج، يعني هذه البروكسيات سوف تقوم بالحصول عليها من الموقع الذي شرحناه في الحلقة الماضية، وسوف نشرح الآن كيف نقوم بإضافتها دفعة واحدة. لديك 10 بروكسيات لا يمكنك إضافتها واحد تلو الآخر، وإنما يجب لك إضافتها دفعة واحدة حتى تقتصد الوقت والجهد. إذا كنت مثالي ليس هناك أي مشكل، قم بإضافتها ويدوية. فكيف نقوم بالحصول على البروكسي؟ كل ما عليك تدخل إلى هنا وعمل داونلود، وسيتم على هذا الشكل داونلود، بسم الله الرحمن الرحيم، وسوف تكون البروكسيات على هذا الشكل. فيمكنك نسخ البروكسيات على هذا الشكل وإضافتها إلى البرنامج. سوف ندخل على البرنامج هنا، Add Proxy Batch Add، أدخل إلى هنا وأقوم بإضافة البروكسيات وأعمل له Parse، أعمل له تست، نتأكد أنها تشتغل. نعم تشتغل معنا جيدا، وأعمل له سيف. في حالة أنه البروكسيات هذه لم يتم إضافتها، يعني لم يتم حفظها على هذا الشكل، فلديك الطريقة الثانية وأنك تنسخ البروكسيات هذه كلها، تنسخها وتذهب إلى هذا البرومت. أول شيء سوف تقوم به سوف تنسخ البرومت، نعمل شاشة جديد، ننسخ البرومت على هذا الشكل، والخطوة الثانية ننسخ البروكسيات ونعطي البروكسيات للشات جي بي تي. الشات جي بي تي ما سيقوم به الآن هو سوف يقوم بإعادة كتابة هذا البروكسيات بطريقة يتم قبولها 200% من طرف البرنامج. هذا الشكل. سابقا لم يكن البرنامج يتعرف على السوكس 5، نقوم بالآتي add batch add، ونقوم بإلصاقها هنا، نعمل له parse test all، نعم تعرف عليها، ونعمل له save. بما أنها مسبقا تم إضافته وبالتالي لن يتم إضافته مرة تانية. البروكسيز هنا، وشاهدوا معي لقد تم إضافة كل البروكسيات. كل ما عليك يا سيدي الآن تعمل لها تست مرة أخرى حتى تتأكد أنها تشتغل معنا. refresh، نعم تم إضافتها.